إنما تحقق فعلا في الميدان، وما سيتحقق بإذن الله تعالى لهو نتيجة الرغبة بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالمؤسسات والشركات الناشئة، كما هو أيضا ترجمة وتجسيدا ميدانيا للالتزامات التي قطعها السيد رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد كما قلت سابقا. وجدير بالتذكير أنه من بين مخرجات الطبعة الأولى للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة التي نظمت في شهر أكتوبر من سنة 20 تحت الإشراف والرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، كان الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، وهو قرار لم يبقى حبرا على ورق بل تم تجسيده ميدانيا، ويعكف الصندوق حاليا على تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسات الناشئة. وقد كان هذا القرار يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل، وبالتالي إزالة أهم العقبات التي تعترض إنشاء هذا النوع من المؤسسات. ففي بداياته الأولى استثمر الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة، بينما استفاد لحد الساعة 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة، كما تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة المؤسسات الناشئة أكثر من 1.2 مليار دينار جزائري.